معايا عبر الهاتف الآن واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ النادي الأهلي، واحد من كباتن النادي الأهلي، دائما متواجد في كل المواقف الصعبة والثقيلة للنادي الأهلي، كل المباريات الكبيرة، كل البطولات الكبيرة، اسم كبير على المستوى الدفاعي، اسم كبير بشكل عام في تاريخ النادي الأهلي، الكابتن الكبير كابتن رامي ربيعة. يا كابتن رامي، ألف مليون مبروك الفوز النهاردة، ألف مليون مبروك إنجازات النادي الأهلي على مدار الموسم. الله يبارك فيك يا كريم، والله ربنا يخليك يا حبيبي على المقدمه الجميله دي. يا حبيبي ربنا يخليك. اقل من حقك النهارده، عملت مباراه كبيره ورائعه جدا قدام نادي الزمالك. هو مش مباراه، هي كانت زي ما انت قلت موسم كامل، مجهود كامل من اداره، من لعيبه، من جهاز فني. فانت يعني كان كل كلامنا قبل المباراه ان احنا ما بنركزش بس في مباراه، ما بتركز بس على ان انت تفنش الدوري بشكل حلو، حاجه تليق بيك وحاجه تليق باسم النادي الاهلي ان انت بطل الدوري. فما تنزلش متخاذل، بالعكس انزل ومتع نفسك ومتع جمهورك. فكانت دي الكلمات اللي احنا بدأنا بيها المحاضره بتاعتنا، لان احنا مش يعني انت زي ما انت عارف الفرقه لما بتاخد دوري بدري فبتبقى الموضوع في لعيبه بتبقى سايبه شويه نفسها ان هي بتبقى خلاص مريحه. لا، ما فيش حاجه اسمها راحه عندنا يعني. صح. الشوط الاول تحديدا كمان يا كابتن رامي، النهارده اداء النادي الاهلي فيه كان كبير جدا، وراح باكتر من كوره، وكان ممكن يسجل اكتر من 3 اهداف. حتى جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا بعد المباراه يعني تحس فيهم بعض اللوم، او مش اللوم، الزعل. طب ما النتيجه كان ممكن تبقى اكبر كمان من الرباعيه النهارده. الاهلي النهارده عمل مباراه محترمه جدا تحديدا في الشوط الاول. بصراحه لعبنا مباراه تكتيكيه حلوه قوي من البدايه، كنا هدفنا ان احنا نضغط على نادي الزمالك من قدام، قدرنا نحققها، وده ساعدنا في البدايه ان احنا جبنا جون بدري، فده خلى الموضوع اسهل شويه. وبرده كان في سوء حظ مع الزمالك طبعا، فريق كبير وفريق محترم، لازم نشكرهم وندعمهم. وبصراحه يعني المباراه كانت كويسه، بس انت غصب عنك يعني انت كنت عايز تطلع كل حاجه زي ما قلت لك في الاول، ان انت عايز تفنش الموسم بشكل حلو بالنسبه للنادي الاهلي، وجمهورنا عايزين نفرحه بحاجه زي كده. فدي اقل حاجه نديها لجمهور النادي الاهلي، ودايما معانا بصراحه، دايما بيبقى سبورت لينا في اي مكان وفي اي وقت. الاهلي السنه دي عامل موسم دفاعيا بشكل رائع جدا، تحديدا في الدوري الممتاز بتتكلم في 7 اهداف على مدار الموسم في 30 مباراه، ودايما مشاركاتك انت تحديدا مشاركات مؤثره وفي توقيتات مؤثره جدا، وتحديدا في المباريات الكبيره لك دور. الشكل الدفاعي اللي ظهر بيه النادي الاهلي هذا الموسم بشكل رائع جدا، عكس يمكن الموسم الماضي اللي كان فيه بعض المشاكل او الاخطاء او الثغرات الدفاعيه. ايه اللي تحسن في دفاع النادي الاهلي هذا الموسم يا كابتن رامي؟ اللي تحسن ان الراجل فاهم النقط الضعف والقوه فين في النادي الاهلي، بيدرس الفرقه كويس، وبيحاول يتكلم مع كل لعيب لوحده، وساعات بيجمعنا جروب. فهو موضوع الكلام بيفرق، وحتى اللعيبه بتتكلم مع بعضها. فالكلام بيخليك ان انت بتفهم الغلطات اللي عندك ايه وبتحاول تساديها. زي ما قلت لك ان ممكن الجمهور تشوف واحد بيغلط في ماتش، او واحد بيضيع جون في ماتش مثلا نجوان سهله. احنا بالنسبه لنا كنادي اهلي او كمنظومه بتحاسب اللعيب في اخر الموسم، ما بتحاسبوش بالقطع زي ما بيقولوا، بتحاسبه بالاجمالي. فالراجل بصراحه بيدي ثقه للعيبه كلها، وفي روتيشن بيعمله. فبالنسبه لنا احنا مش فارق مين يلعب، مين يكسب، مين يعمل. المهم انت قلت في الاخر ان لعيبه الاهلي كلها ونادي الاهلي كله خد البطوله، او خد البطولات الموسم ده، يعني بالاخص معظم البطولات او كل البطولات، افريقيا والسوبر والكاس والدوري. فانت بالنسبه لك حققت مجهود سنه كامله. فده ما انت قلتش شخص واحد دلوقتي، انت بتقول النادي الاهلي. صح. فده كان هدفنا في الاول، ان انت مش فارق مين يلعب، مش فارق مين يقعد، مش فارق مين يعمل ايه. المهم المصلحه العامه، والمصلحه دي بتصب لنا في الاخر. يعني انت لما بتكسب جمهورك بيفرح، الحاله المزاجيه عندك بتبقى عاليه، بتحقق بطولات، الاداره بتبقى مستقره، الجهاز الفني عندك بيبقى مبسوط، بيقدر يثق في اللعيبه اللي هي ما بتلعبش. انما لو الموضوع فيه دربكه وفي ماتشات ما بتقدرش تحقق فيها الفوز، هيبقى طبعا ما فيش استقرار، ما فيش هدوء في الفرقه. فكل ده بيجيب عدم استقرار يعني. فده اللي مركزين له، ان احنا مش فارق مين يلعب، ومهم المصلحه العامه، لما بنكسب هتعود علينا كلنا. صح. طيب كابتن رامي، فرصه وانت معايا دلوقتي، انا بكلم واحد من اهم كباتن النادي الاهلي. الاول قبل ما اسالك السؤال ده، هو كم بطوله دلوقتي يا كابتن رامي معاك؟ انا قاريه افريقيه يعني. يعني 11 بطوله متهيألي، يعني 5 افريقيا و4 سوبر وسوبر افريقيا طبعا، انا بتكلم عن افريقيا. وواحده كونفدراليه.
الدوري ما اعرفش 8 8 دوري لا كابتن رامي، انت وصلت ان انت مش فاكر البطولات بتاعتك كمان كتير قوي، كتير 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 قوي، فابتديت تنساهم كمان. انا بادئ بدري في النادي طبعا الاهلي، طبعا طبعا اي حد في النادي الاهلي اي حد هيبقى متواجد صح. هياخد بطوله، لان المنظومه ماشيه صح ومنظومه ماشيه فكر صح، ومفيش حد بيتعدى حدوده، كل واحد عارف دوره كويس في النادي الاهلي بيعمله، فده ده اللي مريح يعني. انك تشتغل في منظومه مريحه بيخليك تساعدك على النجاح. طيب انا من موسم 2010 فبالنسبه لي البطولات دي تاريخ. كلها حضرتها يعني. تاريخ عظيم جدا. السؤال بقى الاهم، السؤال الاهم في الموسم كله، مباراه سان داونز واللي حصل فيها بعدها نقطه تحول عظيمه للنادي الاهلي، ودايما بسال هنا حتى في البرنامج وبسال مع كل الناس اللي بقابلهم، ايه العقليه دي اللي تخليك بعد هزه كبيره قدام مباراه سان داونز تروح بعد كده تاكل الاخضر واليابس، تكتسح كل البطولات وتكتسح كل المباريات، ايه اللي حصل ما بعد التحول ما بعد مباراه سان داونز؟ ايه اللي حصل ان انت كشخصيه النادي، مش هقول لك بقى روح الفانيلا والحاجات اللي في ناس بتتضايق منها، بس هقول لك ان الموضوع لا بتضايق منها ليه؟ يعني هي موجوده، في ناس بتتضايق منها بس هفهمها لك ببساطه يعني ببساطه شديده جدا. انت لما حصلت الخساره من سان داونز واعتذرت لجمهورك هنا في برج العرب، كان في تحدي بينا ان احنا ما نكررش الموضوع ده تاني، ولو اتكرر يبقى في رد فعل سريع ان احنا نقدر يعني نحاسب نفسنا ونقدر، لان دي كرامتنا احنا، بالنسبه لنا بنلعب الكوره عشان كرامه. فانا بالنسبه لي انا كرامتي اتبهدلت من الاخر، سيبك بقى من انت بتلعب فين، او احنا بنتكلم على الاشخاص نفسها. يعني لو قلت لك انت النادي الاهلي دلوقتي بتتكلم على كل لعيب باسمه هو اللي اتبهدل، صح؟ فانت لازم ترجع كرامتك كاسم الاول لعيب، بعد كده تشوف بمجرد انت بترجع كرامتك كلاعب كوره واسمك غصب عنك هتكسب الماتشات كلها، وغصب عن النادي هيبقى مرفوع اسمه لفوق، فده تبدا ان احنا نتكلم مع بعض كتير، نهدى نركز في اللي جاي. وكان اول على طول كنا احنا فاكرين ان احنا كنا طالعين من جنوب افريقيا على الكاميرون على طول دايركت، كنا اتكلمنا وقفلنا الصفحه دي. حتى مجلس الاداره ما حدش اتكلم فيهم خالص بسبب الهزيمه، ولا حد عنفنا ولا حد اتكلم، كله كان كلام ايجابي واحنا لسه في المشوار وانتوا قدها. فده كان فكره حلوه قوي برضو من الاداره يحسب لهم ومن المدير الفني، ان هو ما يتكلمش في سلبيات، ما يتكلموش في سلبيات خالص، بالعكس دول كانوا بيعالجوا المشاكل. فبالنسبه لك انت كنت حاسس ان الماتش ما اتلعبش عادي، خسرت نتيجه ثقيله على النادي الاهلي وثقيله علينا احنا، بس انت حاسس ان انت عندك لسه دفعه ولسه البطوله في الملعب. فاحنا كنا مصممين ان احنا نكسب سكور في الكاميرون، لان خلاص ما قدامكش حل، ما قدامكش حل، ودي كرامتنا زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر. كان الكلام رايح في الاتجاه ده، فقدرنا نركز ان احنا نكسب فرق سكور 4، فده ريحنا كتير 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 في ماتش الهلال يعني. قلل فرق الاهداف طبعا طبعا، وفرق كتير بعد كده يعني، فرق بقى مستمر في التحول، ان انت بتقدر تتكلم مع لعيبه واللعيبه كلها بتسمع بعضها من صغير لكبير، مفيش عندنا حد كبير وصغير، مفيش حد قديم وجديد، هو اللي بيفرق بينا بس الاحترام، هو من صغير بيحترم الكبير الموضوع خلصان. قلت قبل كده هنا في البرنامج كنت بتكلم على خبر ليك انت، خبر لرامي ربيعه والتجديد مع النادي الاهلي، وقلت في ميزه عند رامي ربيعه عظيمه جدا، انه دائما لا يتحدث، لا ما بيعملش مشكله، ما بيعملش ازمه، ما بيقولش انا لعيب قديم، ما بيقولش انا لعيب خبرات، انا في المكان الاساسي طول الوقت، في استقرار بتعمله للفريق. هل الوضع بالنسبه لك انت تحديدا دلوقتي مستقر مع النادي الاهلي؟ مبسوط ان انت مكمل مع النادي الاهلي؟ طبعا طبعا، انت بتكمل بطولات كتيره انت عملتها وتاريخ لنفسك يعني. انا اهو انا لسه الحمد لله 30 سنه بالنسبه لي، مكمل سنتين في الاهلي، فانت لو خدت بطوله افريقيا الجايه هتبقى واخد 6 بطولات، غير ان انا خسران، انا رامي خسران 3 نهائيات، لو كنت واخدهم كنت هبقى 8. صح. انا خسران قدام الوداد بطولتين، واحده قدام الترجي في تونس، فانا بالنسبه لي لو كنت خدتهم كنت هبقى 8. صح. فانا بالنسبه لي بكمل التاريخ. من الغباء اللي انا لو شفت حته بره او مشيت او عملت حاجه يعني مش في مصلحتي، بالعكس انا اكمل تاريخي في النادي الاهلي واكمل حياتي في النادي الاهلي، وانا من ناشئين النادي الاهلي. انا من موجود في النادي الاهلي من 2002 في الناشئين، فانا بالنسبه لي ما رحتش حته خالص غير سبورتنج لشبونه البرتغال ورجعت تاني. فبالنسبه لي ابقى من الغباء ان انا اخد قرار ان انا امشي وانا محقق حاجات ما حدش حققها في الجيل اللي موجود ده دلوقتي.
فبالعكس انا بكمل عليه وببني اللي انا بعمله مش بهده. فاديني مكمل في النادي طبعا وما فيش اي حاجه خالص، بالعكس انا يعني عايز اقول لك انا مضيت على بياض وهم يعملوا اللي هم عايزينه. يعني الموضوع مش هنختلف في الرقم، لان احنا بقول لك بقالي مثلا 14 سنه. صحيح. يعني الواحد بيبقى شغال في مكان 3 سنين بيحس ان المكان ده بتاعه. صحيح. انا بقول لك بقالي 14 سنه في النادي الاهلي، فالموضوع بالنسبه لي مختلف، عايزين يعملوه يعملوه. كابتن رامي ربيعه واحد من اهم كباتن النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك طبعا على الفوز اليوم على نادي الزمالك برباعيه مقابل هدف، وبالتاكيد فوز وانتصارات عديده للنادي الاهلي هذا الموسم، تحديدا 5 بطولات في 10 شهور النادي الاهلي حققهم، رقم كبير ورقم ضخم جدا جدا في موسم رائع جدا. مش هقدر اقول موسم استثنائي عشان النادي الاهلي المواسم اللي زي ديت كررها على مدار تاريخه في اكتر من مناسبه، ولكن في كل الاحوال 1000 مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي.